واضحة الخضرة الواسة جدنا أم أحمد من القامشلي من حارة الطي. إحنا من خلقنا أي شغلة ما نعرفها غير الجواميس، شغلتنا وعملتنا غير الجواميس، أولادنا ما يشتغلون أي شغلة غير الجواميس، قاعدين قاعدين بالصيف كل الصيف إحنا بتشون سارحين بهن بتشون الآخر الوقت آخر الوقت يجيبونهن على البيت يجيبونهن على البيت ونعلفين هذه وليها الوقت هذا والله يجي من اكثر من جاموسه بعنا مش احنا نعاني مشان العلف بعنا اكثر من جاموسه على ان نطلب من الاخوان المشاهدين المساعده. تربيه الجواميس صعبه، العلف قالي والتبن قالي، كيلو الخبز بألف، كيلو التبن ب 900، والله اذا هالسنه ما جاء مطر احتمال نبيعهن نبيعهن وعيشهن معيشتنا عليهن. الصبوح نقعد من الساعة 5 نحلبهن، عقب ما نحلبهن يجي الولد يخلص يجي يقش الله يقش الأرضية ويعلفهن، وعقب العلف انتهى شفت شلون؟ نمشي نرمي الحليب ونسوي القمر ونركب الحليب على النار هذا وجدها. والظهر زاد نفس الطبقة هم نعلفهن زاد والعصر الساعة 4 هم نحلبهن ونبيت حليبنا الصبح أي حليب المسا ونركبها قدامك على النار ونعمل قمر وتعب موت موت وهذه حياتنا. أول النوب هالحليب نحلب الجاموس هالحليب نحلبه ونركبه على النار على النار شي ساعة ونص يظل يقلي على النار بعد ما يقلي نجيب طشة شفتي طشة فافون نحطه على ثلاث مناصب والسطل معبي هالسطل هذا نعبيه ونفضيه ومن ما يخص ونجي نجيب السلة نقطيه ونحط أربع شوالات للصبح الصبح شفتي نقطع البوزة ونشيل القمر يظل الحليب هذا وعلى النار الرسمي يا مر على السوق. كان قبل تشيستن خالة ب 500 ورقة، كان كيلو الخبز ب 400، هالحس كيلو الخبز صار ب 1000، كيسن خالة صارت ب 900، ما عدا اللحم، ها أكثريت على العلف، الله وكيل كيسن على العلف أكثر من جاموسة بعنا على العلف، وما استفدنا كل شيء، وهذا تعبنا شفتين، ما إجا جفاف، العام الماضي جفاف والسنة جفاف. ونروع الرق نخليهن الاخر الوقت بهز اليرعن لا علف ولا والسنه ما هي قليل يجوز السنه يجوز احتمال لا سمح الله سمح الله نبيعن بسبب العلف. نريد بس المساعده ان شوي العلف شوي يرخص يوفرون المواد يوفرون كل شيء وهذا اولادي عدي الحمد لله يحبوني ذي الثلاثه لا شقله ولا عمله هذا احمد الكبير وباسل ومحمد الثلاثه قاعدين لا شقله ولا عمله.
واني وهالبنات، هذه شنتي وبنتي وبنت الثانيه واحنا قاعدين.